علي يضربني كيف؟ لك شو عم تعمل يا مجنون؟ لك شو عم تضرب على مرت ابوك ولاد؟ بابا انت ما بتعرف شو هي عامله، ليش عم تحكي هيك معي؟ شو ما كانت عامله ولاد؟ هي مرت ابوك ما وصلت تعمل معها هيك، خاصة على الأكل. يا عمو انت لسه ما بتعرف شيء، ما بتعرف شيء لسه. شو بدنا نعرف؟ لك كيف هيك عم تضرب أمك مرت أبوك قدامنا؟ هي بتضل مثل أمك، ما بصير من إيدك عليها، ما بصيرك تعلم ابنك، مات. معك حق معك حق. شايف يا أحمد شو صاير؟ قليل الترباية هي قدامكم عم يمد إيده علي، ما عم يخليني آكل. يا عمو بس بدي أقول لكم كلمة وحدة، ما بدي أعيدك. شو هي يا ابني؟ لك شو عم تحكي؟ بس فهمنا شو الموضوع؟ بابا أنت وعمامي مالكم ظلم؟ إذا بتخلوا جده تحت إيدين هاي الظالمة. شو عم تحكي انت؟ شلون يعني؟ رح اقول ليش. شو انت مفكر حالك قاعد هون يعني متربى؟ انا ما صدقت امتى راح جوزي لحتى تجي تقعد هون؟ قوم اقعد بمستواك، قوم اقعد برا يلا. لك صدقت حالك احترمتك قدام جوزي، شو بتفكر حالك اني حضل احترمك؟ انت بالنهايه شفت واحد ابو جوزي، قوم اقعد برا، قوم اقعد مستواك برا على البلكونه. لك عم بحكي معك صديق قاعد، قوم اقعد برا. يلا قوم. يا بنتي خليني اقعد هون، والله انكسر ظهري على البلكون. خليني انكسر ظهرك بركي بخلص منك وبرتاح، يلا قوم اقعد على البلكونه. بس شوي يا بنتي، بس شوي، شغله ساعه بس، بس شغله ساعه. ولا دقيقه ولا ثانيه، يلا قوم. يلا يلا يا بنتي لا تستعجلي، يلا على البلكونه. هذا اللي كان ناقصني، انا ما صدقت امتى راح جوزي لحتى اقدر اخذ راحتي ببيت تجيلي انت؟ تعال قدام ابني شي، من وراه شي ثاني. ما بقدر احكي. حسبي الله ونعم الوكيل. اسمعي يا اختيار، هلا اذا بنحط العشاء او بتجي بتقعد تاكل حدنا حرمتك من الاكل 3 ايام ومن دون شرب، وهلا جاي جوزي وولادك، واذا بتقرب على السفره مو نيالك، واذا قالوا لك تعالكم بتقول لهم انا شبعان واكلت. عم تسمع؟ ولادي جايين كلهم؟ ايه جايين كلهم. يلا تمام تمام يا بنتي. ايش ما عملوا ساووا، ما بتجي بتبرك معنا بالاكل. يلا ماشي. هذا اللي كان ناقصني. تحرمني من جمعة أولادي، الله يحرمك الجنة يا رب. الظلم ظلمات يوم القيامة، اتقوا دعوة المظلوم ولو كان كافرا فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. متفق عليه. شو حكيت وشو قلت يا اختيار؟ لا لا يا بنتي مالشي مالشي غير سلامتك. فكرت حكيت شي يا اختيار. وهذا اللي صار. شو بتحكي انت؟ قومي لسه بيركي معنا انت وليك؟ قومي لسه بيركي معنا؟ وانا عم قول ليش ابي ما كان عم يجي ياكل معنا؟ يا ابوي مره يعني؟ رح جيبه ياكل معنا. شو ابي؟ شو عم تساوي هون؟ اهلين اهلين يا ابني. والله وقف عم بشم هوا شوي. شو عم بشم هوا ابي؟ انت فوت تعشى معنا، اجوا اخواتي ما رح تشوفهم؟ اه؟ ايه شوي تاني يا ابني، يلا نفسي ضايق شوي خليني اشم هوا. بجي بعد شوي. خير ابي ليكون في شيء؟ اخذك على المشفى يعني؟ بس قل لي في شيء. لا لا يا ابني لا تشغل بالك، ما في شيء. روح كل انت، روح هنا، روح كل. يعني ابي ما راح تاكل معنا يعني؟ هيك بفهم منك انا. لا لا ماني جوعان يا ابني، مرتك الله يعطيها العافيه طعمتنا من شوي. طيب ماشي يا ابني ماشي. امشي قدامي بدي اشوفك. امشي. اسمعي بيك، انا هون وجودك بالبيت ما حد يلزمني. بتطلعي للبيت لبرا وما بتدوسي هذا البيت، عم تفهمي؟ ابدا. انت طالق يلا لك يلا نعني عيني الساعة بطلة. تسامحني يلا رامي هيك روحي. أنا واحدة هيك بتعمل مع أبوي؟ والله العظيم بشيلك من أرضك. خلص فوتوا خلينا نشوف أبوي وينه. فوتوا. ها الله خلصت منا لهي الحقيرة. فوت أبي فوت. أبي لك بس فهمنا، بس احكي لنا. لك ليش ما كنت عم تحكي لنا القصة؟ ليش هيك كانك عم تعمل فيك كل هذا؟ ما كنت عم تحكي لي ليش يا ابي؟ ليش؟ اي قصة يا ابني؟ شو هي اللي بدي خبرك عليها؟ ابي صح مانك، كيف يعني انو قصة؟ هاي مرت اخوي اللي عم تعمله معك كل هذا، صرنا بنعرف كل شيء ولسه بتقول ما في شيء؟ على هاي القصة عم تحكي يعني؟ شو ايوه ابي؟ ليه ما كنت عم تحكي لنا من الاساس؟ ليش؟ يا ابني ما كان بدي اخرب بيتك، لهيك انا ما كنت عم بحكي. يا بابا هيك بيت لازم ينخرب من زمان. يا بي لو بعرف مرت اخي هيك عم تعاملك ما كنت عفتك عنده. كنا اخذناك لعنا على السكن يا بابا. شو عم تحكي انت وياه؟ ابوي بحطه بعيوني وبحطه على راسي، شلون؟ انا ما كنت بعرف هاي القصه لما ابني حكالي الموضوع. لا يا ابني بالعكس، انا مرتاح عند احمد، ها
الله يخلي لي اياكم، الله يخلي لي اياكم كلكم. على كل حال ابي، الحيه اللي كانت بيناتنا طلعت صاحبت الفتنه بالبيت كله. مرت احمد اتطلقت وراحت على بيت اهلها، وهلا كلياتنا بنسكن سوا. شو عم تحكي انت؟ عن جد الحكي يا ابني؟ ايه يا ابي، عن جد الحكي. انا اللي برميك عندي بورده يا ابي، مو بس برمي بنار، بحرقه كله على بعضه. الله يخلي لي اياكم يا ابني، وما يحرمني منكم. الله لا يحرمنا منك انت يا بابا، يخليك فوق راسنا ان شاء الله. هلا اسعد الله في ساعه بدك تقعد وخلينا يلا. اذا وصلتوا لهون من الفيديو لا تنسوا تحطوا لايك لهذا الفيديو وتكتبوا لنا بالتعليقات ما شاء الله، وكل الحب والاحترام لكم، ولا تنسوا الصلاة على الحب.